خلالي نائب رئيس بلدية سخنين، يعني حضرتك متابع لقضية الأخ خلالي من البداية. نعم. شو اللي تقديراتك أنت للوضع، خاصة أنت بتعرف وأنت خير من يعلم قضية توسعة النفوذ، وأنت عضو في لجنة التنظيم والبناء في 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 بلدية سخنين، فكيف أنت شايف الأمر في المدينة؟ طبعا قلبي بيجوعني لما بسمع شيء من الشكل من قرابتي او من اهل بلدي او من مواطن موجود في هذه البلاد. طبعا قصه الاخ صبري مش قصه لفرد، هي قصه لمئات الافراد، بل الاف الافراد اللي بيعيشوا والحق المعظوم. يعني لا يعقل انسان اللي عنده ارض اللي هي بعيده كذا أمتار عن دور في سخنين، عن مسطح في سخنين، عنده أرض ومستعد يعمل عليها، بس الدولة والمؤسسة تمنعه بأنه يقيم بيته. وكيف سمعت منه أنه بقول لك أنا فيش عندي توفت، طيب الإنسان اللي بيشعر أنه فيش عنده عنوان، فهي أكبر مشكلة في عالمنا، أكبر مشكلة بواجه الإنسان. نعم. فطبعا إحنا القضية معروفة لنا، احنا يا ريت الشيء يكون هو حل سريع عن طريق بلدي او عن طريق التنظيم. لكنا احنا قدمنا المساعدة الاكثر مش من اليوم، بل من اكثر من 10 سنوات. فانا بقول بما انه هاي القضية قضية عامة مش قضية لفرد معين، احنا طبعا بنقف لجنبه، احنا مطلبه لازم نرفعه بصوت عالي، واحنا لازم نعمل مستحيل على اساس ترجع لجنه الحدود جديده وتكون طبعا تاخذ قرار بشكل سريع، لانه الانسان بيتحمل لحد معين لا يمكن ان يتحمل اكثر من طاقته. فكيف انسان اللي عنده ارض بنفس الوقت مش قادر يبني عليها بيستاجر، وانا حتى بعرف انه هو تعرض لعده محاولات انه يطلع من هاي الدار، وصدقنا لما نطلع من الدار عمليا بنلاقي حاله بالشارع، فهو عمليا مش راح يكون سعيد ولا اولاده ولا اللي حواليه. فطبعا انا حسب رايي انه الحكومه لازم تساعد في ايجاد حلول وسريعه، مش بس وسريعه لهي الازواج الشابه. لا يمكن انه نبقى صامتين على هذا الامر، ويجب العمل المستحيل من اجل التحويل وتوسيع منطقه النفوذ. طبعا هاي الخطوه الاولى هي الاعتصام في الخيمه، طبعا راح يكون في خطوات اللي احنا رايحين نعمل عنها في وقت لاحق ان شاء الله. خالد خلايلي، لا يخفى على احد انه هناك مشروع الازواج الشابه في بلدية سخنين تم الاعلان عنه قبل فتره، خلال الايام او خلال الاشهر القريبه راح يكون في اعداد لهذا الامر ويخرج الى حيز التنفيذ. طبعا في 4 اكتوبر ان شاء الله راح يكون اجتماع في بلدية سخين او قاعة المركز الجماهيري، ويتم دعوة طبعا جميع اهل سخنين عبر طبعا راح يكون عبر وسائل الاعلام وعبر الصحف وطبعا الانترنت ليحضروا ويسمعوا من الجهات المختصة بالنسبة لهذا المشروع. احنا بنآمن انه لاخر هذه السنة راح تكون مناقصة، وطبعا في بداية السنة الجديدة بدها تكون طبعا هاي الجهات او الشركات اللي تفوز بالمناقصة ببدء في اعمار او عمار هذه الشقة. ولكن 286 شقة كدفعة اولى لا تكفي من احتياجات سخنين. طبعا المشروع راح يكون فيه اكثر من 1000 شقة، ولكن تعال نبحث اولا على الحلول بالنسبة للناس اللي عندها ارض. يعني انا اليوم بقول اللي عنده ارض يعطيه فرصه انه ايش يعمل على ارضه، واللي مش عنده ارض طبعا هذا مشروع منيح وجيد طبعا للانسان اللي مش عنده ارض. ولكن هذا المشروع ان شاء الله احنا طبعا مهتمين فيه كثير. اجتماع ب 14 راح يكون، طبعا احنا بنبارك هاي الخطوه اللي راح تحل جزء من مشكلتنا ولكن لا تحل كل المشكله. فنبارك هذا المشروع، ولكن الأهم أرض أبائنا وأجدادنا يجب الحصول عليها وتوسيعها والبناء عليها والتصرف فيها كما نحب ونشاء نحن وليس الآخرين. العجيب أنه عندما تقدم خارطة
لحظيرة للغنم والسخول فمسقف توافق على ذلك. أما عندما تقدم خريطة لإبناء سكن للسكان لإيواء مواطنين يعني الناس اللي مش عندهم حلول فبعرضه. فإحنا نقول الإنسان أولا وبعدين طبعا الحيوان. إحنا مش ضد الحيوان أما الفخوت أو على الأقل إنه يجب التعامل مع الإنسان كإنسان. ترى هنا المذلة حسب رأيي هذه المذلة عن بعد 20 متر نرى أن هناك بيوت قائمة وطبعا هي داخل المسطح ونحن واقفون على بعد 20 متر ونرى أراضي اللي تابعة لأبائنا وأجدادنا اللي نمنع أن نعمر ونبني سكن فيها. فطبعا هذا ظلم ويجب أن يكون هناك الناس عندهم الضمائر لكي يحلوا هذه المشاكل.